يصادف الرابع من فبراير كل عام اليوم العالمي للسرطان، وعليه نسلط الضوء على جهود حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بنت محمد القاسمي الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، وسفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال. جهود كثيرة لسموها يد الخير والإنسانية، وهذه المرة نتناول جهودها في محاربة السرطانات، جهود لا يمكن حصرها، لكن لنلقي بعض الضوء عليها. فبكرم متناه وجهت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال، بتقديم أدوية بقيمة 6 ملايين درهم ليتم شحنها من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الجمهورية اللبنانية لعلاج مرضى السرطان في مركز سرطان الأطفال في لبنان، ليغطي متطلبات العلاج لحوالي 660 طفلاً وبالغاً في المركز لمدة عام كامل. القافلة الوردية إحدى الإشراقات في مسيرة سموها الجليلة لنشر الوعي في المجتمع بمرض سرطان الثدي، مؤكدة سموها أن العمل كبير ويحتاج لكثير من الجهود من كافة الفئات وبمختلف المستويات. أيضاً في مؤتمر الجمعية الدولية لسرطانات الأطفال الذي عقد في كيوتو اليابان، نوهت سموها بجهود إمارة الشارقة في مكافحة مرض سرطان الأطفال، وشهدت سمو الشيخ جواهر القاسمي جلسة حوارية بعنوان الاستجابة للتحديات التي تعترض جهود مكافحة سرطان الأطفال، كما قدمت الجمعية تكريماً خاصاً لسموها. وزارت سموها أيضاً مستشفى الجامعة في مدينة كيوتو اليابانية، وكذلك حضرت لقاءً نظمته الجمعية. وضمن جولاتها الخارجية زارت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي الرئيس المؤسس لجمعية أصدقاء مرضى السرطان سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لسرطانات الأطفال كلا من كاسا ديل بامبينو بيت الأطفال في بادوفا للرعاية التلطيفية وقسم أورام الأطفال في مستشفى أمبرتو الأول في روما. لمسات أخرى لسموها في المنتدى الإقليمي حول سرطان عنق الرحم الذي نظمته جمعية أصدقاء مرضى السرطان مؤخراً في الشارقة، حيث أصدر المشاركون في ختام المنتدى إعلان الشارقة لسرطان عنق الرحم تماشياً مع الدعوة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للعمل من أجل القضاء على سرطان عنق الرحم.